فيسبوك شركة ميتا قرروا يعملوا اعتذار. اعتذار بعد إضافة كلمة إرهابي تيرورست إلى السيرة الذاتية لبعض مستخدمي منصة انستجرام، واللي بيعترفوا أو بيعرفوا نفسهم بأنهم فلسطينيين، وبتتضمن حساباتهم رموز تعبيرية للعالم الفلسطيني. ميتا المالكة لإنستجرام وفيسبوك خدت قرار أن يبقى المقاومة أو الفلسطيني بشكل عام هو إرهابي. يا نهار اسوخ، أبقى بتذبح وبتقتل أنا وأهلي وجدودي على أقل التقديرات 75 سنة، وفي تقديرات أخرى وبرضو واقعية بقالي أكتر من 100 سنة، وأنا اللي إرهابي؟ تحتل أرضي وأنا اللي إرهابي؟ نتقتل في بيوتنا وإحنا اللي إرهابيين؟ نتضرب وينكل بينا وإحنا بنصلي وإحنا اللي إرهابيين؟ صحفيين عرب ودوليين بيتقتلوا لأنهم يريدون نقل صورة حقيقية عن المجازر اللي بتتعمل في الأرض المحتلة، واللي بيقتلهم صراحة عيانا بيانا جهارا نهارا المحتل الصهيوني، وإحنا اللي إرهابيين؟ بصراحة أنا الحاجات دي. طيب، معنا على التليفون المهندس أحمد والي، رئيس قسم نقل البيانات في إحدى شركات الاتصالات. ويعني فهمني أكتر يا باشمهندس، هو إيه اللي بيجرى من ميتا؟ مساء الخير يا أستاذ يوسف. مساء الخير لحضرتك. تحياتنا لكل المشاهدين المحترمين. الله يخليك. هو اللي حصل هو استمرار طبعا زي ما حضرتك قلت المسلسل التحامل الواضح ضد القضية الفلسطينية من موقع السوشيال ميديا وملاكها، ومحاولة توجيه الرأي العام في اتجاه واحد كلنا عارفينه. هو اللي حصل ان في واحد من البلوجرز اكتشف بالصدفه البحث ان هو اللي كاتب عنده على الانستجرام كلمه فلسطين وجنبيها كلمه الحمد لله، اتكى على الزرار بتاع الترجمه تلقائيه، راحت الكلمه مترجمه له فلسطينيان تيرورست تراي تو، وبعدين بقيه الكلام بقى. فالمهم ان كلمه فلسطين والحمد لله اترجمت لكلمه الفلسطينيين الارهابيين. فمن هنا طبعا شركه ميتا الدنيا اتقلبت. شركه ميتا طلعت اعتذرت، قالت ده خطا، او يعني بيسموه بج، حاجة كده زي خطأ في الأكواد أو في اللوغاريتمات، وريتها ما اعتذرت، لأن طبعا في سؤال يعني بيطرح نفسه، هو يوم اللوغاريتمات تغلط أو الأكواد تغلط هسيب الدكشنري كله وتختار كلمة الفلسطينيين الإرهابيين؟ يعني الأكواد دي المفروض عملت خطأ في الترجمة، فيوم ما تغلط في الترجمة هتسيب الكلمات اللي في الدكشنري وفي القاموس كله وتختار كلمة إرهابي؟ كلمة الفلسطينيين الإرهابيين يعني ما فيش مرة الأكواد تغلط وتترجم لكلمة حق الفلسطينيين، ولا تغلط تتكلم مجازر ضد الفلسطينيين. يعني الاكواد يوم ما هتغلط هتسيب ده كله الدكشنري من اوله لاخره وتختار الكلمه دي اللي ترجمها بالغلط، وتطلع شركه ميتا تقول الخطا ده خطا في الاكواد احنا براءة منه. فطبعا هي علامه استفهام كبيره الترجمه اللي قالوها دي، طبعا كلام مش منطقي، وابتدت في الراي العام في العالم طبعا ما بقاش مستعد ان هو يتقبل التفسيرات الغير منطقيه. الرأي العام الحمد لله في الفترة الأخيرة ابتدى يحصل عنده وعي، وابتدى يحصل عنده تنوير ان هو يعرف حق القضية فين، بعد ما كان في اول كام يوم الناس كلها متعاطفة ضد القضية الفلسطينية على السوشيال ميديا. طبعا حصل يعني وعي كبير جدا، وده عايز اقول ان هم اللي عملوه جاب نتيجة عكسية، يعني هم عايزين يوجهوا العالم في اتجاه معين، اللي حصل ان العالم حصل عنده وعي وابتدى يسأل وابتدى يرفض التبريرات الغير منطقية. فطبعا العالم كله قايم على ميتا اليومين دول بيقولوا له يعني من ان البج هيختار الكلمه دي، وهل ده خطا بشري عندكم، ولا في واحد عندكم تعمد يحاول الترجمه للكلمه دي ولا لا. فطبعا حصل هجوم جامد على شركه ميتا بعد الكلمتين دول، وده الحقيقه ده يعني اسعدني شويه، لان الراي العام العالمي ما بقاش يتقبل التبريرات الغير منطقيه في هذا الموضوع، وابتدى يتعاطف مع الشعب الفلسطيني بشكل لم يكن موجود يمكن من اسبوع. طيب، من واقع تخصص حضرتك يا باشمهندس وخبرتك في نفس الوقت، تعتقد انه بره، مش الراي العام المصري ولا الراي العام العربي، الراي العام الاوروبي او امريكا او كندا الى اخره، هل حصل شيء من التغير؟ هل حصل شيء من الفهم؟
هل حصل شيء من الاستيعاب؟ طبعا يعني مش طبعاً بس يعني على القصه بتاعت الارهابي، لكن اولا تردد اسم مصر كتير قوي بره في الفتره الاخيره، ان النهارده رؤساء العالم كله في مصر وقيادات العالم كلهم جم في مصر، فابتدى يتردد اسم مصر. ابتدت ناس تسال، هي الناس بتروح مصر ليه؟ ابتدت الناس تسال هو ايه حكايه قضيه الفلسطينيه؟ فبقى اي حد من اصدقائنا المصريين اللي عايش بره بقى يتسال اسئله في هذا الموضوع، فيبتدي يشرح الموضوع للناس اللي بره، فالناس بدات تاخد معلومات من اصدقائنا المصريين اللي هم بنعتبرهم سفرائنا اللي عايشين بره، ابتدوا ياخد منهم معلومات حقيقيه، فابتدى المصدر مش بس هو مصدر السوشيال ميديا والاعلام، يعني الاعلام الغربي اقصد طبعا يعني، ولكن بقى في اصدقائنا المصريين بقى لهم سفراء في الغرب بقى يوضحوا القضيه الفلسطينيه، والناس اتغيرت تماما. يعني انا النهارده شفت فيديوهات كتير في لندن في مسيره ماشيه حوالي 100,000 واحد كلهم بينادوا بحق الفلسطينيين في قلب لندن، فده تغير واضح جدا في الراي العام في عن القضيه الفلسطينيه، وكمان على السوشيال ميديا كمان في فيديوهات كتير اكيد كلنا شفناها ازاي في ناس في الغرب ابتدوا يدعموا القضيه، وده الحقيقه انا شايفه مكتب، ان في اجيال خصوصا اجيال الناس اللي اتولدت بعد سنه 2000 بقى ليهم بوستات مؤثره، النهارده الجيل ده كان طلع ما كانش يعرف حاجه عن القضيه، سواء حتى الجيل اللي جوه العرب او الاجانب، الاجيال دي كلها النهارده ابتدت تسال وابتدت تعرف وبتعرف الحق فين والكذب فين، والضغط اللي الاعلام الغربي والسوشيال ميديا ابتدى يعمله ابتدى يجيب نتائج عكسيه، لان انت بتوجه الناس بشكل غير منطقي، انت بتحاول تبرر حاجه ما ينفعش تتبرر، فالناس لازم هتسال انت بتبرر ايه؟ انت بتبرر اطفال بتتقتل، بتبرر اتهامك لشعب كامل، توصيف شعب كامل على انه ارهابي، فالتبريرات لما تخرج عن حدود المنطق بتجيب نتائج عكسيه، وده اللي حصل. صحيح. انا بشكرك جدا يا باشمهندس احمد، كل الشكر للمهندس احمد والي رئيس قسم نقل البيانات في احدى شركات المحمول الكبرى.